في بادئ الأمر هي مباراة اعتيادية، لكن سرعان ما نشب الخلاف بين شابين، بعدها تحول إلى نزاع عشائري استمر 50 يوما مخلفا ضحايا بين قتيل وجريح. 50 يوما من تبادل إطلاق النار المستمر بأسلحة خفيفة ومتوسطة، ما جعلت المسؤولين في ناحية العكيكة يطالبون بدعم جوي لعودة الأمن في المنطقة. مجمل الضحايا يعني هو الشخص اللي توفى الأول هو عدنان، وأصابت أشخاص 2، وبعدين أطراف ليس لهم علاقة في النزاع. ويسود الحذر الشديد أطراف منطقة النزاع، إذ فرض قدوم شهر محرم الحرام هدنة بين العشيرتين بعد تدخل وجهاء المحافظات، فيما توجهنا إلى المنطقة مصطحبين مدير الناحية لتفقد منطقة النزاع. النزاع الأخير هو ما بين شباب، يا للأسف، وهذه الظروف اللي تحيط بها الشباب، وحصل فتشيء مفاجئ وهو قضية القتل. ما كنا نتصور بأنه توصل القضية إلى قضية قتل، ولكن حصل اللي حصل. حاولنا أن نحقن الدماء ولكن دون جدوى. وبرغبة كبيرة لدخول منطقة النزاع، لكن الوجهاء في المنطقة نصحونا بعدم الدخول، إذ وقفنا في أقرب نقطة حدودية من منطقة النزاع والطريق السالك إليها الذي ودع أكثر من 5 ضحايا شباب بسبب النزاع العشائري. لقناة التغيير إيهاب الخفاجي، ذقار.